نشرة أخبار النقابة، تتابعونها عبر الموقع الرسمي لنقابة المحامين. تواصل جولات النقيب العام سامح عاشور في محافظات الجمهورية تحت عنوان حوار مع النقيب. حوار مع النقيب. من قنا عاشور يشيد بجموع المحاماة وينسب إليهم جميعا الفضل فيما تحقق من إنجازات حتى الآن. كل محامي فيكم كان من وجهة نظر نقيب شارك في بناء المرحلة الجديدة من نقابة المحامين، اللي تحملونا واللي شاركونا واللي قاتلوا من أجل تنقية الجداول، فرسان وقادة اللي قاوموا التعليم المفتوح وحملة الدبلومات، اللي كانوا عايزين يحتلوا نقابة المحامين، فرسان وقادة، هم دول اللي دفعوا عن نقابة المحامين، مش سامح عاشور اللي دفع وحده عن نقابة المحامين، كل المحامين دفعت عن نقابة المحامين. الناس فاهمة غلط، فاهمة ان الموضوع شخصي، مش شخصي، ده كان نداء، احنا كلنا كنا بنتنادى عن ترقية الجداول. حوار مع النقيب. ويعلن أرقاما جديدة عن الإيرادات والإنفاق خاصة في ملف العلاج للنقابة العامة والنقابة الفرعية في قنا. ده بقول لحضراتكم اللي احنا عملناه الحد أدنى فيما نطلبه وفيما نأمله خلال المرحلة القادمة، حتى في العلاج الطفرة اللي حصلت في العلاج طفرة غير مسبوقة، احنا ضاعفنا تقريبا العلاج عن السنة اللي فاتت، وده ظهر في أرقام الصرف. أنا لما يبقى عندي العلاج حتى 31 ديسمبر على مستوى الجمهورية 310 مليون جنيه، كان السنة اللي فاتت أقل من 150 جنيه. إذن ده معناه إنه في مضاعفة، هذا الرقم إحنا ما اخترعناهوش، هذا الرقم مطبق على كل المحامين، ودي ميزانية مش ميزانية النقابة، دي ميزانية دولة، ان احنا ننفق 100 مليون 310 مليون جنيه على بند واحد اسمه العلاج، بالاضافه الى ما سوف يصرف على المعاشات المختلفه. 2017 كنتوا بتاخدوا او بتصرفوا 319 الف جنيه في السنه، سنه 17 صرفتوا ادويه 319 الف جنيه، في سنه 18 ال 319 دول قفزوا إلى 1,490,000، القرار قفز إلى 1,490,000. سنة 2019 1,500,000. إذن حصل تضاعف في سنتين، ثلاث أو خمس أضعاف اللي تم في 17. يعني لما في 17 في 305 ألف جنيه صرفت على أدوية المحامين فينا كلها في سنة واحدة، 305 يجي في السنة اللي بعدها يبقى 1,400,000، والسنة اللي بعدها 1,500,000، يبقى معناه إن إحنا ضربنا في خمسة على طول، ضربنا في خمسة. أي حد يزعل من الخمسة ويزعل من هذه الزيادة، أنا لو لدي أكثر من ذلك لدفعته، لكن أنا مش هدي أزيد من المستحق، لأنه ده استحقاق كل المحامين مش استحقاق واحد بعينه. لازم الناس تبقى فاهمة كويس إنه هي وهي بتاخد حقها في جنب حقها مباشرة حقوق الآخرين، لو أنت زودت شوية مع حقك هتاخد من اللي جنبك. إذن أنا مهمتي أن أحافظ على حقوق الناس، كل الناس، لكن فيما يتعلق بالزيادات أيوه هننظرها، لكن لما يكون لدينا موارد، لما يكون لدينا موارد. إذن لما نيجي نتكلم في العلاج، علاج هنا وتطوره في ثلاث سنوات، 1,000,000 جنيه في 17، في 18 2,900,000، ثلاث أضعاف 300، يعني حوالي 3 مليون جنيه. في سنة 18
4,500,000. يبقى برضو ضرب العلاج، ضربوا علاج المستشفيات في 5 أمثال ما كان عليه الحال. حوار مع النقيب. ويشرح مكتسبات المحامين من مواد قانون المحاماة الجديد المتعلقة بحصانة المحامي. حتى في غير حالات التلبس، المحامي اللي بيقدم ضده بلاغ كيدي من خصومه أو خصوم موكليه، احنا أيضا وقفنا وعدلنا النص وفرضنا حماية، وإنه البلاغ ده ما ينفعش المحامي يتحجز لغاية ما يعرض على النيابة مع باقي الخصوم، لا، ده تتقدم ضده مذكرة تعرض على المحامي العام الأول للاستئناف المعني، علشان أحمي المحامي من إنه يبقى عرضة للامتهان أو المهانة. دي تعديلات تشريعية اللي بيكلمني عن قانون الإدارات القانونية، قانون القرارات القانونية الآن في اللجنة التشريعية، وقريبا في لجان استماع هتستمعوا فيها علشان نساهم في استقلال المحاماة في الإدارات القانونية، وعشان نساهم في تعزيز اقتصادياتهم. المحامين اللي بتشتكي من إن في مفتشين بتخش تكسر مكاتبهم من الإدارات القانونية وياخد الملفات بالعافية، أنا بقول له قوموا ولو بالقوة وأنا مسؤول. أنا نقيب المحامين بقول لك قوموا بالقوة، صوروا، امنعوا بالقوة، وأنا مسؤول عن هذه المقاومة. لكن ما تستسلمش ولا تضعف ولا تستكين، لا لدى عدوان على الحق، لكن في النهاية هي ممارسة مرة على مرة، لن يجرؤ لا مستشار ولا غير مستشار أن يخش يفتح الدولاب بالعافية أو يكسر الدرج بالعافية أو يأخذ ملف بالعافية. صوروه وبعتولي صوره وأنا هحاكمه كمجرم، لأنه يخالف القانون، لأنه يقتحم الأماكن الخاصة، لأنه لا يحمل إذن بالضبط ولا بالتفتيش، ده قانون. حوار مع النقيب. احنا بنشكر سيادة النقيب سامي عاشور عن جميع الخدمات اللي بيقدمها نقابة المحامين جنا بصفة خاصة، ونقابة المحامين العامة في القاهرة وفرعياتها بصفة عامة. الوضع اللي عمله النقيب أو اللمسات اللي عملها في الفترة الأخيرة للمحامين من مشروع علاج، من تنقيط جداول، أحدثت فارق كبير معانا. نسمن خطوات النقيب العام لدعم شباب المحامين وخصوصا محامين الإدارات القانونية، نسمن خطوات النقيب العام وخصوصا دعم لا متناهي لمحامين الإدارات القانونية على مستوى جمهورية مصر. طبعا بشكر النقيب سامي عاشور اللي حضرتك هو طبعا عمل تنقية لنقابة المحامين، خلانا ان احنا كلنا يعني رفع هيبة المحامي، بعد ما كان الاول هيبة المحامي لا ما فيش، ده محامي ده مش عارف، لا رفع شأن المحامي لأعلى مستوى، بعد ما طبعا حضرته عمل لنا قرار بان ممنوع دخول اللي هم الجماعة الخريجين الجامعة المفتوحة. مديرية أمن الإسكندرية تصدر منشورا ملزما بتقديم التسهيلات اللازمة وعدم رفض أي طلب للسادة المحامين دون مسوغ قانوني، مع مراعاة حسن المعاملة والاحترام الواجب لهم في أداء واجبهم. دورة جديدة للمحامين في الاستراتيجية والأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية في 29 يناير، ولمعرفة شروط الالتحاق وتفاصيل أخرى زوروا الموقع الرسمي لنقابة المحامين.